اولا مرحب بيكم في بالم هيلز. بطوله مصر الاهليه زي ما انتم عارفين هي اكبر بطوله في الجمهوريه في مصر بتتلعب، بتشارك فيها اكبر لعيبه في مصر المصنفين كلهم في رجال وسيدات وكل الاعمار السنيه، وكمان بيبقى فيها في الاخر خالص بطوله 10 سنين بتتلعب في اخر البطوله خالص لان هو انا تشجيع الاطفال المشاركين في التنس ان هم يشاركوا في البطولات. احنا كان كبالم هيلز استضفنا البطوله دي، جزء من استراتيجيه بالم هيلز في التسوسع في الرياضه والاستراتيجيه استضافه الاحداث الرياضيه الكبيره وخصوصا التنس، فاحنا زينا بطوله مصر الاهليه ودلوقتي في كلام مع الاتحاد الدولي والاتحاد المصري ان احنا نبتدي نستضيف بطولات اكبر. مش بس كده، احنا كمان مركزين الفتره اللي جايه في ان احنا نبتدي نركز مع اللعيبه في السن الصغير من 12 و14 سنه، ان احنا نبتدي نعمل قاعده لعيبه قويه جدا بالم هيلز تبتدي نشارك فيها في البطولات، وده جزء من استراتيجيه بالم هيلز الكبيره خالص في الرياضه، ان احنا دلوقتي زي بقى لنا سنه كبالم هيلز مركزين جدا في الرياضه، بنتوسع في الانديه، مش بس عندنا النادي ده، عندنا ناديين كمان بنفتحهم، نادي في التجمع الخامس هيفتح اخر السنه، وعندنا نادي تاني بنفتحه في باديه، وده هيبقى اكبر فاسيلتي موجوده في مصر كلها ان ترمز اوف سبورتس فاسيلتي او المنتجات الرياضيه. ومش بس مركزين في التنس بس، احنا كمان في رياضات تانية كتيره زي السكواش احنا عندنا بطله العالم نوران جوهر واحده من بطلاتنا، حققت انجازات كبيره قوي الفتره اللي فاتت بدعم بالم هيلز، وكمان استضفنا في شهر 5 اللي فات بطوله العالم في السكواش، واحنا كمان في دلوقتي في الاولمبيات احنا بندعم الابطال الاولمبيين، مش بس الاولمبيات 2024 لا كمان الاولمبيات لحد 2028، وماضيين بروتوكول مع الوزاره، بتعاون مع الوزاره والاتحادات المعنيه في كل الالعاب الاولمبيه ان احنا نبتدي نطور الالعاب دي ونعمل ابطال او نطور الابطال، نساعد الانسان الابطال عشان يحققوا انجازات وميداليات ان شاء الله في 2028.